الأحد الخامس من الخمسين المقدسة، والسيد المسيح في كل حد من الأحاد بيعلن لنا جانب من الجوانب الخاصة بيه واللي احنا محتاجين نتعرف عليها أكتر ونتعمق فيها علشان يكون لنا تمتع وعشرة معاه. فنلاقي النهاردة إن المسيح إلهنا يقول لنا ويكشف لنا عن جانب من جوانب شخصه الإلهي، فيقول لنا أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ولو خدناها من ناحية تأملية شوية، نقارن قول السيد المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة بمحتويات تابوت العهد في العهد القديم. تابوت العهد كان فيه ايه؟ كان فيه ثلاث حاجات. ايه هما؟ عصا هارون ولوحي العهد وقصة المن، مش كده؟ يقول كده معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين: وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قصة من ذهب فيه المن، يبقى دي قصة المن، وعصا هارون التي أفرخت ولوحة العهد. ده في عبرانيين 9. العصا تشير للطريق، كانوا بيستخدموا العصاية دايما ايه؟ يتكئوا بيها وتبقى مرشد ليهم في الايه؟ وسند. عصا للطريق. وبعدين لوحة العهد ده الحق، لأن وصايا الله هي الحق كله. وقصة المن ده يشير للحياة، يبقى الطريق والحق والحياة. قصة المن يشير للحياة لأن المن ده اللي عاشوا عليه وحيوا بيه 40 سنة في البرية، هو اللي أعطاهم الحياة هذا المن. وطبعا المن كان يرمز ليه؟ جسد الرب ودمه اللي احنا أيضا نحيا بهم في العهد الجديد. تابوت العهد والمسيح، المسيح هو الطريق والحق والحياة. يقول زي ما شفنا بولس الرسول بيتكلم ومذكور في العهد القديم في صنع تابوت العهد، انه مصنوع من خشب لا يسوس ومغشى من خارج ومن داخل بالذهب. مصنوع من خشب، الخشب يرمز لعدم الغنى أو للضعف، طبيعة البسيطة. والذهب طبعا يشير لطبيعة فائقة وثمينة وغالية، فهو خشب لكنه مغشى بالذهب. فالخشب يشير لناسوت السيد المسيح، والذهب يشير للاهوته الذي اتحد بناسوته وصار الاثنين واحدا. ولكن ان كان المسيح اخذ له ناسوتا يمثله الخشب، لكنه مش اي ناسوت، مش اي جسد، مش اي خشب، ده خشب لا يسوس. لان المسيح الهنا رغم انه اتخذ لنفسه ناسوت مشابه ومماثل لينا بالضبط، الا انه بلا خطيه، فهو مش اي خشب، ده خشب ايه؟ لا يسوس. اشاره لان المسيح الهنا ليس فيه خطيه. ناخد بالنا احنا نقول في صلوات الكنيسه ان المسيح شبهنا في كل شيء ما عدا او ما خلا الخطيه. خلوا بالكم في بعض بدع ومنها افكار حديثه بعض الناس تنادي بيها دلوقتي، ويقولوا ان المسيح اخذ جسد كان وارد او محتمل او ان هو معرض ان يكون في خطيه. طبعا حاشا،
للمسيح إلهنا أن يكون به خطية أو معرض أو جسده في أي احتمال أن يكون فيه خطية. هو فيه ما يسمى بالعوارض الطبيعية اللي هي ملهاش ارتباط بالخطية، إنه الجسد يتعب، إنه يجوع، إنه هو يعطش، إنه هو ديت عوارض طبيعية، طبيعة هذا الجسد كده. لكن كون إن المسيح إلهنا يبقى فيه خطية أو وارد أو محتمل أو كان معرض حتى ونجا منها، كان معرض للخطية، حاشا، مستحيل طبعا. مسيح إلهنا وحده بلا إيه؟ بلا خطية. فهو أيوة من خشب، لكنه خشب إيه؟ لا يسوس، وأيضا مغشى من داخل ومن خارج بالإيه؟ بالذهب الذي يشير إلى إيه؟ لاهوته المتحد بناسوته. يبقى تابوت العهد فيه عصا، ديت الطريق، في لوحي العهد ده الحق، وفي كست المن ده هو الإيه؟ هو الحياة. فالتابوت يرمز للسيد المسيح إلهنا الكلمة المتجسد، وبكده يكون المسيح زي ما علمنا وقال لنا هو الإيه؟ الطريق والحق والحياة. علاقتنا بالمسيح لازم يكون المسيح كده بالنسبة لنا، يكون في علاقة شخصية بين كل واحد فينا والمسيح، يكون المسيح بالنسبة لي أنا شخصيا هو الطريق وهو الحق وهو الإيه؟ وهو الحياة. إن كنا نقول له يا ربنا يسوع المسيح أنت الطريق، يبقى أنت الطريق الوحيد. يقول كده معلمنا بولس الرسول: ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص سوى اسم يسوع المسيح ربنا. يبقى إذن المسيح هو الطريق. على فكرة في إيماننا في تعليم الكتاب المقدس إن مفيش طرق كتيرة أو مذاهب كتيرة أو طوائف كتيرة أو كله يوصل للخلاص، إن ده مثلا شيء من التنوع أو شيء من هذا القبيل. لا، طريق ربنا طريق واحد، الإيمان المستقيم إيمان واحد، الطريق للسماء طريق واحد. إن كنا في القداس نقول علمنا طرق الخلاص، فمقصود بها وسائط الخلاص. يعني أنا عندي وسائط كتير، زي الصلاة، زي الصوم، زي التوبة، زي التناول، زي الاعتراف، زي وسائط كتير كلها، بس كلها في نفس الطريق اللي هو مين؟ اللي هو المسيح إلهنا. مفيش طرق مختلفة أو متنوعة أو إيمان مختلف عن الإيمان المسلم لينا مرة من القديسين يوصل للخلاص. هو طريق إيه؟ طريق واحد. المسيح هو الطريق، تعليم المسيح هو الطريق، هو الحق، الحق وهو الإيه؟ وهو الحياة. المسيح هو الحياة. يقول كده يوحنا الإنجيلي: فيه كانت الحياة، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. هو الحق المطلق الوحيد. لو ناخد بالنا هنلاقي الثلاث كلمات معرفة: الطريق، الحق، الحياة. أي حد يدعي أنه ليه طريق يوصله لأي هدف، في طرق كتير في العالم، لكن الطريق المؤدي للخلاص والطريق المؤدي للحياة هو طريق إيه؟ طريق واحد، إيمان واحد. يقول كده الكتاب المقدس ويعلمنا، يقول ايه: رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة. المعمودية لتؤدي الخلاص معمودية واحدة، هي واحدة. عشان كده كنيستنا في قوانينها المقدسة المعمودية مرة واحدة لا تعاد. ولو حد معمد في كنيسة ايمانها أو تدعى كنيسة يعني وإيمانها غير مطابق لتعليم المستقيم الأرثوذكسي اللي هو مطابق أيضا للكتاب المقدس، لا نعترف بهذه المعمودية. يعني بيجي لنا حد مثلا من أي طوائف أخرى غير الكنيسة والكنائس الشقيقة لنا اللي احنا واحد معاهم في الإيمان، وعايز يدخل الإيمان معانا،
بنعمد نرشم ميرون هو دوت قانون ايه؟ قانون كنيستنا، هو طريق واحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية ايه؟ معمودية واحدة. في زي ما انت شايفين تكامل وتطابق وروعة كده وجمال في كتابنا المقدس، والتناسق اللي بين العهد القديم والعهد الجديد، تطابق اللي بين تابوت العهد وهو يرمز ويشير إلى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ويجي المسيح إلهنا يعلن بقى في يوحنا 14 ويقول إيه؟ أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس بأحد غيره الخلاص، لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.